بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل نوعي كماوين الصحيح؟ الثالثة من مسائل الصحيح، شنك هل بدايتي نوعي صحيح أوتي كان مسأليك هي للصحيح مسألي سيين لو مسائل قدنقانيك لا نوعي صحيح باسي أكاد الكتب المخرجة على الصحيحين أو كتبانيك تخريج كراون. طبعا تخريج لبين فرع وأصل أكري، هل فرعك لسر أصلك تخريج بكري أو بفرعك أو مخرج تون مسألة مسأليش أصولي من هي لأصول الفقه يعني لقواعد الفقه بابلين نقل أصول قواعد الفقه دليل يجي لسره دعيد مسأليك جسر أو أصلا تخريجك أو فتح تخريج فرع على الأصل بونا أجر بخاري كين أصل هل فسي كتير حديث كان بخاري الروايات كابس ندي خوي بخاري كادر كيت الدروا بيوتري مستخرج يكتب مخرج الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي والبرقاني ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه على البخاري أمانا مستخرجا لسير صحيح بخاري ولأبي عوانة الإسفرايني ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر محمد بن رجاء النيسابورين وعلى النسخيك شن إيسابوري ولي أبي بكر الجوزقي ولي أبي حامد الشاركي ولي أبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولي أبي عمران موسى بن العباس الجويني ولي أبي النضر الطوسي ولي أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم أمانة لسر مسلم بن لأبو عواني إسفرايني وتائرة لسر مسلم بن أمانة مستخرجا لسر مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله ابن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي محمد الخلالي وأبي علي الماسرجسي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي على كل منهما على يعني عليهما جميعا مثل البخاري مسلم ولأبي بكر ابن عبدان الشيرازي ولأبي بكر ابن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد ظاهر على كل منهما عند مثل هذا الشام هيانا كابو ما دام لم ينال عليهما يعني في مؤلف يعني أواني كباس من كد لا أبو نعيم أصبهاني لسر بخاري شهيتي لسر مسلمش وهروها أبو عبد الله كري أخرام وأبو ذر هروي وأبو محمد خلال وماسرجسي وسليمان بن داود الأصبهاني وأبو بكر اليزدي على كل منهما يعني كل منهما على حدة لسر أمي شهيتي لسر أبي شهيتي لسر بخاري لسر مسلم ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما يعني في مؤلف واحد أبو بكر بن عبدان الله إلا سر بخاري مسلم هيتي ليكتب دا يعني ببيع جواز ببيع دو كتب داينابي وموضوع المستخرج كما ها مفقود النه بو مفقود نزل بلام زوري عنهن وموضوع المستخرج كما قال العراقي
أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. حافظ عراقي تعريفي مستخرجك أن يأتي المصنف إلى الكتاب مثلا ليك قديد سيري حديثكاني بخاري أكاد همو حديثاني كبخاري يأتي متنكاني ديد بسندي خوي روايتي أكا بس بخاري تيانا بيت تواوا يعني لشيخ بخاري وفما فوق دس في أبكات تواوا ولم هتان نزيك تربية لبخاري ونشأت مثلا للصحابي وبهنا لشيخ بخاري ولشيخ شيخ ومثلا إلا مقر نيازي أوبيت عاليك بيني بوننا لأن يوان بخاري بغنبر إخوان صلى الله عليه وسلم مثلا فينش كسي أو بشوار بيهنا بس هي بيهنا قيد نية أقر عالي تربيت أو اشتشاك. أما أقر مقصد عالي نبي لشيخ بخاري ودس بيبكات باشترى مستخرج بوي على أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه يعني شيخ المصنف صاحب الكتاب يعني أو من فوقه يعني سرو أو. قال شيخ الإسلام وشرطه شرط مستخرجية أن لا يصل إلى شيخ أبعد يعني نشد بونمنا أم حديثك صحيح لصحيح بخاري ده هي بشد مثلا حديثك أخوي خماسية بشد لتابعينك وبينت يعني دوكس لسندك به الله يا صح لصحابيك وبينه شرطي أوي لشيخك ودس بيبكا يعني شرطي مستخرج أوي بس صاحبي كتابك دركا تدلوا لسروخي وبينت حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب مقر يعني سندي كدز نكبه إلا شيء إلا ناتشار بونمنا روايتي أكاد دودو قال شيخ الإسلام وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب يعني نكاد بشيط بونمنا لسرو بخاري وشن شيخ لسرو بخاري وبيهن رواتك إلا مقر لبر عذر بيت لبر علو مثلا يعني لبر زياديش مهم اشتوابك أجينا شرطي مستخرج أويل لشيخك ودس بيبك شيخي مصنف مثلا اكتبي بخاري تخريج أكا مستخرج لسر بخاري أنوسيل لشيخ بخاري وبيهن بلو سروا. أما أجر لسرو بخاري وبونمنا أجر بخاري مثلا ببين جنابوي بونمنا أو أجر بشوار هناي قيدينية أجر بسيه هناي قيدينية يعني زيادةش مهم لحديثك دا هي للاي بخاري نية أو كاتا قيدينية أجر بشتا سرو تلو بيهن لبر أوا أو مسامحة أجنا أو الشرط مستخرجة يعني همان سندي خاون كتابك بيانت مثلا أقر بخاري بو مسلم يهل تبيك تبو. قال ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم قال يعني شيخ الإسلام بن حجر بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه كاتك طريق مسلم أهنت أليل مثلا تائرة الله أما هي عملي مخرجك بابل سندي مخرجك كصاحبي أو كتب تعزيك لسر كتب كونك ينسي كجيشت الشيخ مثلا مسلم ثم يسوق أسانيدا يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك وربما قال هند جاريش لجاتي أغلى من هنا لمخرجه الله من هنا لم يخرجاه من هنا لم يخرجاه قال لا أمان تخريج نكر يعني شيء يعني أم رجالنا رجالي بخاريا مسلم نيا. قال ولا يظن أنه طلع
من هنا لم يخرجه اي خد من نجيش مثلا جاري فلما كتامل السبوت باز سم القول حافظ بوينم لسل اويكا قال ولا يظن يعني ولا يظن انه يعني البخاري ومسلم بنوت من هنا لم يخرجاه اي البخاري ومسلم حسب الظاهر اما خوي شيء اكاد الله ولا يظن انه يعني ابو عوان يعني البخاري ومسلما فإن استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبى الفضل أحمد بن سلمة وصحب سيرك كده ويا يعني أويك قال يعني قال شيخ الإسلام بن حجر ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم أبو عوانة كاتك مستخرجه على مسلم لبدا لدواي أوي كطريق مسلم أهاني مثلا أما سندك يأتي كبسندي خوي أهاني حتى شيخ مسلم مثلا أوي كسندي خوي أتي لمسلم دانية الله من هنا لمخرجه الله مثلا ليربو إيرا أما هي مخرجك أم رجالاتانا هي مخرجك يعني أبو عوانية بلام أوي كواهي مسلم بي مثلا أوي مسلم بيت الله من هنا ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك لسروه نكي خوية وهي مسلمة جاري واشه لجاتي أو ابن سيم من هنا لمخرجه الله من هنا لم يخرجاه شه سندي كتير مثلا ياك دو سيتشوار علي ربلي أما هي خومة أم سندة طريقي خومة لمسلم دانية شبلي من هنا لمخرجه يعني شبلي من هنا لم يخرجه با يخرجاه لابين من هنا لم يخرجه يعني مسلم بلان باش او بيدنج بيد كباش او بيدنج بيد يعني شيء يعني هي مسلمة من هنا اخرجه او كاتا عليكم السلام من هنا أخرجه من هنا أخرجه يعني لنفسي هذا السند لنفسي وليس للمسلم وربما قال من هنا لم يخرجاه بتثنية ظاهر كبل لم يخرجاه يعني البخاري ومسلم كتثنية بكار هنا يعني البخاري ومسلم بلام حافظ بن حجر ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما يعني باقوا قمان ندريت كأقر أبو عوانا أوتي يخرجاه وما بس في بخاري ومسلما الله فإن استقريت صنيعه في ذلك بدو إذا قراهم فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلم فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم يعني ما بستي أحمد كري سلمية لقال إمام مسلمة شون كأويش قريني مسلم بو كتبه جنسية وكو شيء وكو مسلم كانت كديت أم تخرج أكال المسلم من باب الفائدة هم تخرج لس المسلم هم تخرج لس كتب كيش أحمد كري سلمة بو يكاتي الله من هنا لم يخرجاه حسب ظاهرة كنية كالبخاري ومسلمة حافظ بالحاجات تنوية لس الأوداوة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم وربما أسقط المستخرج أحاديث أم موضوعات له هندك جار بونمنا مستخرج كديت مستخرجك لسر كتابك نسيت ربما أسقط منها يعني هندك حديثة يا مين لم يجد له بها سندا يتضيه يعني سندي جنية بونمنا يعني بونمنا صد حديث لنا وكتبها سندي نيو يعني ناتوان الروايات بكات بويا هندق لو حديثاني كلو كتير داهية أم ناتوان بيهن لبروي كسندينية وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب جالي واهي ناتشار بي هل الرقي كخاون كتير بكو بيهن كمثل مسلميان بخارية ورم عبربة شيء عبربة بغالبة مادم غالبة نتوانيت أسانيدي خوي بينت وصاحب كتابك يجدر كات الدلوة هو بيوتري مستخرج وكتون يسا شريعك أخوانين شندين حديث تيد يعني بس ندي خوية ناويتي أو حديثة لمسلم داهية لبخاري داهية لا أو هي طريقة كطريقي أو أنا
بلان ذكر أوان شيء تاني يا أكو مستخرج حسابي بوكذا. ثم إن بلان أقل شيء حديثك همان حديث. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم لم يلتزم فيها موافقتهما يعني أي الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم يعني أو مستخرجاني كدرس كراون لسر كتب لسر صحيحين وأمثال أوان يعني مرجنية لفظ كان همان لفظ بيت كنك أمان لهمان لهمان كسونا يقرنو كل بخاري شون روايتي كدوا راست أصلي طريقة كاهية بلان عندك جار دبر او شيخ كتايا شيخ كتايا الطريق كيا يعني روايات بالمعنى لو تروي دابيبو يا هندجر اقورب، لانهم انما يرون بالالفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم فحصل فيها تفاوت قليل يعني قليل في اللفظ وفي المعنى اقل، لفظ دا قليلة ظلم لمعنى دا اقل شو اقل معنى دا كثير بيت او نابت مستخرج أقربون من حديثك بين هر نبي أو تباينة أو مستخرجني أبي حديثك ببيع معناك هنديكش كم فرقي هذي قيدينية بلان لو زيادة ليش أجر هر قليل بي بلان ما بيت كثير للفظش ذا جوازيان هذي قيدينية بلان زور نبي. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما أو كاتا من باب التسمية وثمان أقربون ما كتابي كسك هاد بخاري هنا حوت هزار دوصد وحفتا وبينج مثلا حديثة أقر هاد كسك حوت هزاري هنا دوصد وحفتا وبينج إنا يانا كتابك مستخرج يانا مستخرج بلما أقر كسك هاد دوصد وحفتا وبينج حديثي بمستخرج هنا وحوت هزاري مستخرج نبو ناو كتابك إنا مستخرج مستخرج كتابك إنا كتابة كنا اصطلاحة كنا بلام حديث دو سطو حفتة بينجاكي مستخرج يانا كابو بابك بابي اصطلاحة بابي تسمية في ناوتري مستخرج كتابة هاتشان حديثة كان يشي كما كان كأياني مستخرج. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة والشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم. وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، تفاوت في المعنى وفي الألفاظ يعني تفاوت في المعنى وتفاوت في الألفاظ أوانيش كبيهقي أهيني مثل بغوي أهيني غيري أوانيش كألنش إشارة أن رواه البخاري رواه مسلم والله مهند جاريش يعني وكو خوي دقيق بخاريني هنا وكسكتون حديثي أربعين نووي هذا رواه البخاري سلك شيء لبخارية الفاظ كان جواز رواه مسلم سلك إلا مسلم لفظ كيبه وشيوانية عند كلمات تيكلا. فمرادهم بقولهم ذلك أنهما روي أصله كاتي عليه رواه البخاري يعني روي أصله بخاري مسلم أصل حديث كان رواية كدوا أصل حديث دون اللفظ الذي أوردوه. وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها يعني من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما بلي أول بخاري مسلم شداوايا إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه ناتواني لو كتبا لمستخرج نقلي كي بوانمنا مثلا لمستخرجي برقانية إسماعيل نقلي كي بلان بلي شي بلي رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري وكذا ما بس فيه باللفظ وناتواني أتواني بلي رواه الإسماعيلي مثلا أقول رواه الإسماعيلي أجزاني بخاري روايتي كدوا إلا ما بقر ما بس أصلكي بي كوت رواه البخاري يعني رواه البخاري أصله. أما ما بس هو كذا فيهما أو هابلي تصريحا أو كاتناتواني إلا ما قر يعني مقابلة كذبية لمستخرج إسماعيلي مثلا
لبخاريش ده همان لفظ بيت أو كاتات واني بريشي رواه البخاري إلا أن تقابله بهما يانشي أو يقول المصنف إيه لما مصنف كان مثلا ديت وكبيهقي باسكت وكبغبي باسكت بلي أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين. ففي أتواني أواني كحديث بخاري مسلم اختصار كدوة فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير. مثلا كسر ديت بخاري يا مسلم اختصارك هات ببيع أو كزيادك بخات الناي ببيع دسكاريك هات فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. مثلا لمختصري زبيدي كتابك دوزيتوا يا لمختصري شيخي ألباني حديثك دوزيتوا أتواني لفظك مختصري ألباني ببي بل رواه البخاري. فزيادة زيادة هنا ثانية زيادة نقصان تغييري ثانية هاد شيك هبيل بخاري ده هيا هاد شيك هبيل بخاري ده هيا اگر اختصار اشكلابه كما كيها ده هيا اگر زياد اشكلابه روايتك انت ليها ده هيا يعني شتي شي خارجي نهات وتناوي كلا بخاري ده نبت. وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق. أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. يعني جمع لبين صحيحين عبد الحق كدوتي أو هرهمان حكم مختصراته يعني أقربون منا لو كتبوا النقل كي مثلا لك نسخيك اللي بدستها نسخيك عبد الحق اللي بدستها الجمع بين الصحيحين أتواني بلي رواه البخاري رواه مسلم الحديث يكلبيني لوانا. أما أو جمعك أبو عبد الله الحميدي كدوتي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ لبر وزيادتها وتكمليتها على الصحيحين بلا تمييز أمان ناتواني. قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة. قال يعني تنابي الزيادة كانت الجمع لبين يكي أبيه الزيادة يعني. قال واقتضى كلام ابن الصلاح الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح وليس كذلك. يعني قصكي بن صلاح واديارا كأو زيادانيشي كلا كتبكي حميدي دا هاتبتا أوش شيان هيا حكم صحيح يعني بلا موانية لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج أو روايته دانا ناوبوي بسنده خوي بهنئ ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيه الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل فتأمل. يعني أكريت مناقشيك أم موضوع عجبك ده يعني أوي حميدي جبر بجدة المهم فيه نظر بلام راجح أويك يا كم جرباسي قد هاتش زيادة يكبد لا جمع لبيني صحيحين ورناجي ده. ثم رأيت عن شيخ الإسلام سيوطي الله فاشا لابن حجر بينه مقال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه بإجمال وبالتفصيل الله باسي أو صنيعي خوي كدوا حميدي. قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض عليه يعني دليل لسر أويك أو اعتراضيك لسري جيراوة كزياداتي هي وزيادة كشي ورناجي كأو اعتراضك وشركاتها. أما إجمالا فقال في خطبة الجمع الجمع بين الصحيحين وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيل والبرقاني.
اما بشويش اجمالي باسي اوي كذوه بتيتي اوشتاني كزيادة كم هي نابد لانيو سند دا يا لانيو متن دا يان شرحي هل لفظي كم كذبه لناو متن كان دا لشو هنا ما لمستخرجي اسماعيلي ولا مستخرجي برقاني يعني ام نقلي كذوه ام نقلي كذوه اما بشويكي اجمالي بوشيوه حميدي خوي اوشتا اضاء. وأما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي. أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول يعني وربما زدت زيادات يعني زيادة كتيبت جليبت يعني زيادة كخفيبت فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه. إلى هنا انتهت رواية البخاري. ومن هنا زاده البرقاني أما تصريح مجالية كشف عما فعل. وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة حديثك هنا مثلا أي بخاري فاشن أي برقاني شغالية أصلا وزيادة. ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان وما عداه زاده فلان أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. كابو حميدي لجمع بين الصحيحين هم من حيث الإجمال هم من حيث التفصيل ذكر زيادات لم سنده متن وشرح كلمات أكا. أما حافظ عليه رأيت عن شيخ السيوطي عليه رأيت عن شيخ الإسلام قال. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز وحينئذ فلزياداته حكم الصحة لنقله لها عما اعتنى بالصحيح. فربما نقل من لا يميز فربما نقل يعني بهذا القول أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز وحينئذ فلزياداته حكم الصحة. أو كانت هذا الشيء زيادة يكابت للجمع بين الصحيحين لسر بخاري لسر مسلم أو كانت هذا الحكم الصحيح شنك إما لمستخرج إسماعيلية يا إما شيء البرقاني. مستخرجات أها فوائدي زور زورة أما لدواي أوا شان ديرك إن شاء الله دواي أوا ديت فوائدي كان ديت زور زور فوائدي زور زورة أو سنة نا يكشتير يعني أجر طريق كي خوي أبي دلها سبك ريه يعني سنة لكي خوي كابو مستخرجك لسر بخاري يا بيت شي بيت بصحيح بي بس مستخرجك لسر الترمذي مرجنية مستخرجك لسر كسيك شرط الصحيح وأقر مستخرجك إيش بونه منه مستخرجك خوي شرط الصحيح بي خوي بابوسنا ديك إهنام أقر شرط الصحيح بي أنجا صحيح أقر شرط الصحيح بي خو أون ديسنا ذكي صحيح ولم أو رجالات هنيك حتى أقات الشيخي مثلا بخاري هذا بيدي لا سبك ناتواني بلاي شيا بلاي همو مستخرجك بوانونا أقل مستخرجك لسر بخاري بو حكم بخاري ولا قريه لسر مسلم ولا سر مسلم ولا قريه سندك همان سند في بيسي بدي لا سهل بلام للشيخي بخاري مثلا همان شيا همان سندي بخاري كابو يعني أخذ شيء
أما فلزيادتي طبعا ما على شرط شيء صحة السند، وإيش من كتان تعرضي كتانية أقل سندك أخوي صحيح بيت أو كزيك مستخرجك دعنا لسر صحيح سندك صحيح بيت. مناقشك الليلة لشوية أقربون من لفظك للفظ كان لفظي برقاني به مثلا، لفظي السندك برقاني به على شرط صحة السند باشا باشا أتواني بلي رواه البخاري أوي مول بلام لبرو حميدي شي كدو حميدي خوي خاوني مستخرجني نخاوني أصلا نخاوني زيادة هاتو جمعي كدو هندي ألفاظ زياداتي هاو دو آية من عنده يام من عند المستخرج مستخرج لبرو صحيحة أصل وياك حديثك يبي صحيح بيش ممكن مستخرج لسرشي سر بخاري بويا حكمي شي هي حكمي صحيح بخاري هي بلام آية همو سنديك لسر بخاري صحيحة نعم مهمة وينسي مهمة الفرق بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العزو والتخريج مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العزو والتخريج كاتن تخريجك نسبة حديثك ليت فال كسيك مثلا عليه رواه أحمد رواه البخاري رواه مالك وكاتي التخريج كي أما في عزو جاء في تفريق للشيء بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج الرواية شيء والاحتجاج به شيء يعني أو تساهلي لمقام الرواية أكريشتك أو بلام لمقام الاحتجاج أو تساهلنا أكريت ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله يعني كانت يكبون منا علي رواه فلان مثلا رواه البخاري ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصل يعني علي رواه البخاري يعني أصل الحديث رواه البخاري لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان أبي بلي أصل هذا الحديث في البخاري هذا اللفظ لمسلم هذا اللفظ لكذا وكذا بما هذا لفظ البرقاني هذا لفظ الإسماعيلي أو بيان باشترا لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الإصطلاح في اللبس يعني تو كاتي علي رواه البخاري أو كان مصطلحنا زاني يا أو مطلعنا بلس الحديث شو زاني كبن أصل أم حديثا لبخاري ذهاته ويسا زور جاري شاء الله حديثك دراساك مثلا رواه البخاري رواه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي أقري سيك سيداوة أتشي لك تبقى كان حديثة أقري سيلكي هواي ناو هناوة بس يك مقطع روايات كدوة بس حديثك راوي حديثك لبرو مثلا أبو هريرة كتك لحديثك هناوة أو حديث بطوله لو تلاي الدانية يا دواني أنا هذي والله هل يشيك بون بشيك لحديثك هناوة برام سيرك المخرج على شيء الله رواه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي يعني خذ زور مطول جدا شيء والله رواه البخاري بون منا قطعة منه وهي لفظة كذابني ورواه مسلم يعني وزاد عليه هذه اللفظة ورواه أبو داود ناتواني تعبير لويك خذ أتبيدي بوي بهذا دميك وعلى شيء رواه البخاري ومسلم وكذا وكذا بلام هذه شي شي بارشي كان هنا ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصل لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان حذر من إيقاع من لا يعرف الإصطلاح في اللبس ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف لأنه يعني تبون منا أجر مقام الرواية بأتواني بالله رواه فلان وفلان وفلان ولو هندك شتي ليك جوازي شان ناوسنا دكياها باللومتنا كياها به لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث يعني تبون مبري رواه البخاري رواه مالك المهم تو
في بلي لناو موطئ مالك دا يا إمام مالك حديثي مثلا أبو هريرة روايات كدوب ويبقرته بأصلي حديثك والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج بلام لمقام احتجاج لمقام ورقتندا جوازا. فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة. بولنا أقر حديث يقلى معاجم كان معجمي مثلا طبراني مثلا كبير وأوسط وصغير وهروها ما كتب كان يتريش للمعاجم يعني مشيخات مثلا ومن مشيخي نسائية مشيخي أبي داود مشيخات تر ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة يعني تو بيت لكتابك اللبابي في فقهي مثلا لأبو داود بيت بل أم حديث فلان كسج رواياتك دوا لو أجد أو حديثك كهيا أو مقصوديك لم بو أم بابا أشهتي أنا به مثلا باسي وضوء أو حديثها هيا لو شيء أو برجيت يا نبي لو شونيك توفي ويستا لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح يعني خاصة إذا كان الصالح للترجمة أو كأتريب لو شون دايبني قطعة زائدة على ما في الصحيح وللكتب المخرجة عليهما يعني على البخاري ومسلم فائدتان دو فائده على دو فائده احداهما علو الاسناد علو الاسناد بو يموت ما مستخرج بديتيلا شي مستخرج بديتيلا ويك بقيت الشيخي مصنف مثلا البخاري بس انا بقيت مصنف شيخي مصنف اجتو او حديثه كبخاري روايته غير الرقي بخاري وروايته كي يكتبقى ابي بنازل يك طبقة أبي بنازل بلا ما قال سروخي والروايتك طبقة يشت السروى أبي بعالي وكل بدل وعن أخوين من لم وافق وعن أخوين من إحداهما علو الإسناد لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه فيه به في المستخرج. مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل بإثنين. وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل بإثنين. المهم للرقي مصنفة بطريقه نازل. والأخرى والفائدة الأخرى زيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما تؤقى طريق بخاري طريق بخاري سندي بخاري سندك صحيحة جالي كتير طريقي كتير أهاني توا بهمان طريق بخاري بس بخاري خويت يعني كوابو مشي زيادة الصحيح يعني أحاديث صحيح زياد بوا طرق صحيح زياد بوا فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده. وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى النقد أو بسالك تويا واضحة يعني أو شيخيك توبي أجي لنيوان مستخرج لبيان لنيوان شيخي بخارية أو طبقاتان للسند وكريسي بنقد فيحتاج إلى النقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك يعني بسبب بخاري التزم الصحة طالما مستخرجك يتربون لو أنه لم يلتزم الصحة وإنما جل قصده العلو يعني معظم قصده العلو فإن حصل وقع على غرضه. فإن كان مع ذلك صحيحا
أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك همته. همتي أو أونيك يلتزم الصحة كما التزم أصل صاحب الأصل. قال قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه. قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان. فأصل للاي ابن صلاح وهي كتصحيح نية بلام ليلة شيء الله يليك قلفاء. إذا كان مستخرجها زيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما كابو أمشت جوريك لجوريك أين تصحيح كذني حديث. قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كونها بذلك الإسناد. وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه. يعني ليش شو أصلا ده كان أجل بيك لقر شيخ مصنفة إلى منتهى الحديث. شرطنية مستخرج شرطنية أجر خوي شرطي كده وجاي أجر شرطي نكيد شنك مستخرج ما بس تيجي مستخرج اسم مستدرك وانية مستدرك لله صاحبي مستدرك شرطة لسر شي بيت شرطة هاتشي حديثك الصحيح بو أبواي بخاري ومسلم بيان ينايا بيان يناوى إما على شرطهما إما على شرط البخاري أو إما على شرط مسلم أو حديث صحيح. حديث صحيح بلان نان يناوى هو مستدرك بلان مستخرج واني مستخرج شيء كاد يعني لطلب العلو تيد بس مصنفك لا أداد أي سندك أهلا. تنبيه استدراك ما لم يذكره النووي من فوائد المستخرج. عندك فائدة ريشية لا فوائد مستخرج نوويني هنا لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين وبقي له فوائد أخر شان فائدك ريشية منها القوة بكثرة الطرق الترجيح عند المعارضة. يعني تو ونو سنديك هي أجر أم سنديك مستخرجك لستريتي أم طريقك مستخرجك جهي ناويتي أما بلقية لستريتي أم أو إك بخاري جهي ناويتي وغير بخاري جهي ناويتي كو بو طريق أجر يعني تعارضك لقل سنديك نسائي مثلا سنديك مسلمة سنديك ابن خزيمة هيتي كابو أم أبي بدو طريق أو يك طريقة. بويا القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة ذكرها ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر يك يندو مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوان جاري واهي أم طريق الشباب طريق كتري جيانا وأو صحابية يعني للرقي كتري الشباب. المهم يكيك لو إيشاني كمستخرج مستخرجات إيكاد القوة بكثرة الطرق ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين جاري وهي لناو السندي بخارية مسلم هي كسيك روايات لك راو مختلطة مختلطة نازاني شون أم رواية اللي مختلطيك وكذا بيانينك الدواء. هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده فيبينه المستخرج لو مستخرج جديد الله أمكس روايتي كذا فيش اختلاط روايتي كذا جاءت إجابة تصريح بيت إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط. يعني الرقي كسي كوا يعني لو مختلط الروايات أكاد يعني أو كسا لمختلطكين نبيست وإلا فيش اختلاط
يعني ما بعد الاختلاط هيك لنا بيستوى. إنما مش هيك الفائدة كاني بو بياني يعني كسك كمختلط بد. ومنها أن يروى في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع. لا البخاري مسلم وش عن عنات والله من شوني كتراعات و ايش اللي مستخرج كان بتحديث. فهاتان فائدتان جليلتان. وان كنا لا نتوقف في صحه ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين هاتش يمن البخاري ومسلم هاتش هات بيد ودا امانش تناقرين البخاري ومسلم اذانين انتقاء ورقيدا ونتوا الله اكا امانش بزانين اشتكي باش. ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه فقد سأل السبكي المزية هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن. يا من ناتوا إن همو أو نبدو زينوا كالبخاري ومستمدى بعن عنهاتون ينهرشتك لوانيتها هي إلا أبي قمان من باش بيت لبر اطلاعي بخاري ومسلم لبر زيركيوت وانايان لحديث ده إلا أوانا انتقائي حديث كان إخوان كدوا ولو أقل نشيد وزينة ولكتب مستخرجات. ومنها أن يروي عن مبهم بياء يروي يعني صاحبي مثل بخاري يعني مسلم عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستخرج مثلا طريق شويتها هات بمتابعة شواهد بمستخرج دوزيتها. ومنها أن يروي عن مهمل بل ما أقر كسك هات بز ناوي خويها بو نمان زانيش كوري شي وكي كمحمد من غير ما ذك ما من غير ما يميزه عن غيره من المحمدين ويكون في مشايخ من رواه كذلك يعني بالمهمل من يشاركه في الاسم يعني لو تشين ناوي خوش ناوي كسكيت يشن ناوي مثل محمد بأيش مهمل به ظلام فيميزه المستخرج. قال شيخ الإسلام وكل علة وعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثيرة وذلك كثير جدا. تشندين علة تشندين نقص تشندين إبهام تشندين مهمل هاتوا تشندين تدليس هاتوا عن عنا هاتوا لبخاري تشندين زيادة ونقصان وانا هاتوا أقر بكرة ببتع علة كانت المستخرجة كانت ديد بالسلامتي ديد أما همية بيت الفائدة فائدة مستخرجات لسر صحيحين. وصلى الله على محمد.